هادو التحصيل باش نوصل المنزل ديالها ولا ما نصدقش غير الحق في المنزل ديال تصدقش غير الحق علاش تكون انت فرصه حيت اصلا مستوى القرار المنزل سكوت ما تسكتش عليك سكوت 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 التعليم بحال انا والدي غير يعني بين قوسين إلى أن وارد إلى عائلات أعلى درجات مستوية هن النساء وفيلات تكتور جرارات وتشهد أديرهم ورغم حتى وإن البعض أراد أن تقيس قيمتهن ولكن ما تكتور جرارات لا تقديرهم لكن أن تخرج المرأة سواء على النساء لا يكون حقوقهم أنا في طب حراس ديالي مجموعة النساء ما معرفتش شنو دورها في الحياة شنو دورها تكون أنا في إعلان كوميونيكاتي ومصلحة مزيانة مزيانة أنا في التربية إلا أنت أيها الرجل، إلا أنت تدخل الدرجة حتى أنت في التربية، أنا بعيد مثلا مخرج غير راجل، هزوا الدور الرابع تاع الذكرى، تسكرت المغلوب على أمره، لكن إذا كنت راجل كنا من الأول، هذا ربما يعني إشكال يحتاج إلى دراسة في الكتب.